فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول هل لمن توضأ وهو على جنابة لأجل النوم أن يقرأ أذكار النوم ومنها آية الكرسي؟ المذهب أن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن وهو المختار، لأن حاله غير حال الحائض، لأن الجنب يمكنها أن يرفع جنابته بالاغتسال ولا يمنعه مانع، لكن قراءته آية الكرسي تكون ذكرا ولو مع جنابة، فيأتي بها بقصد كونها ذكرا لا بقصد كونها آية قرآنية، فيجوز له حينئذ أن يقرأها بإرادة الذكر لا القرآنية.